اسبوع سوبر الاهلاوي باقتدار، مبروك لجماهير النادي الاهلي. كاس سوبر بيضاف في نفس الاسبوع في نفس التوقيت. بينا بندخل القناه النهارده واحنا بنقول عندنا كاس ايه النهارده يا جماعه. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك لفريق كره اليد في النادي الاهلي ونجومه وجهازه الفني تحقيق لقب السوبر الافريقي بعد ايام قليله جدا من تحقيق لقب السوبر المصري. ده كاس سوبر حققناه في كرة القدم، ده كاس سوبر حققناه في كرة اليد، ده كاس سوبر مصري، ده كاس سوبر افريقي. الكاس ده جه على حساب بيراميدز، الكاس ده جه على حساب الزمالك، الكاس ده جبناه في ابو ظبي، الكاس ده جبناه في القاهرة. مبروك مرة ثانية لكل جماهير النادي الاهلي، وما زالت البطولات والالقاب تتوالى على النادي الاهلي وعلى جماهيره في انتظار اللقب الاهم والاغلى. طبعا عندنا القاب كتير جدا بننافس عليها، والحقيقة اعتقد انه ما عنديش رقم دقيق لغاية اللحظة دي، لكن متأكد إن شاء الله بإذن الله لو ربنا كرمنا في على مستوى طبعا فريق كرة القدم وقدرنا بإذن الله بإذن الله. أنا شايف إنه حلم السبعية السنة دي قائم جدا ووارد جدا، بس محتاجين ناخد كل بطولة خطوة بخطوة ونبقى في أعلى درجات التركيز وأعلى درجات يعني الالتزام عشان نقدر نوصل للقب السبعة. عندنا كمان بداية سوبر أو دوري السوبر، نهاية دوري السوبر، بيست اوف فايف، خمس مباريات. لو احتاجنا نلعب خمس مباريات طبعا هتبدا سلسله المباريات دي يوم الخميس اللي جاي بين الاهلي والاتحاد، طبعا ده في كره السله الباسكت. ننتظر باذن الله تتويج النادي الاهلي بلقب غالي. لكن هرجع لبدايه كلامي، بيتهيألي ان الموسم ده واحد من انجح مواسم النادي الاهلي على مستوى عدد الالقاب والبطولات في كل الرياضات، سواء كنت بتكلم عن رياضات جماعيه او رياضات فرديه. لكن مش هسبق الاحداث، هستنى لغايه لما الموسم يخلص وبعد كده ارقامنا واحصائياتنا تطلع. لكن ملحوظه صغيره جدا او ملاحظه صغيره جدا جدا عشان مش هتلاقيها، انا ما يعني ما بهتمش دايما بفكره المقارنه، وما بحبش احط الاهلي في مقارنه مع اي اسم مهما كان حجمه ومهما كان تاريخه. لكن المقارنه هنا ليها علاقه بمبدا وليها علاقه باساس اتمنى انه ينتشر، ودي واحده من قواعد من اهم القواعد والاسس اللي بيمشي عليها النادي الاهلي. فرحه النجوم دي، فرحه التتويج دي، المشهد اللي بيتكرر كتير جدا 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 في النادي الاهلي على مدار كل موسم على مدار كل المواسم. من الصعب جدا انك تلاقي حد طالع يتكلم على انه صاحب فضل او انه ليه الفضل في تحقيق الانجاز. دي قاعده مهمه جدا، يمكن كتير محدش بياخد باله منها، وكتير على الرغم الحقيقه من المجهودات الكبيره اللي بيقوم بيها كل القائمين والمسؤولين في النادي الاهلي، بدايه من كابتن محمود الخطيب على راس الهرم، مرورا بالساده اعضاء مجلس الاداره، مرورا بالقائمين على النشاط الرياضي كله، مرورا بالاجهزه الفنيه، وصولا للاعبين والنجوم اللي بيترجموا كل ده، بيترجموا كل الانبوت ده في المنظومه دي عشان نوصل لمراحل النجاح المختلفه. لكن مفيش حد ابدا بيطلع ينسب الفضل لنفسه، مفيش حد بيتكلم انه صاحب الانجاز، مفيش حد بيقول انه لولايا لم يكن الاهلي ليحقق. كله عارف دوره كويس قوي، وكله بيشتغل في خدمه الكيان، كله بيشتغل وبيسعى لنجاح البراند، الاسم الكبير، الاسم اللي بيضم كل دول وهو النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لنجوم النادي الاهلي في اقل من اسبوع، سوبر كره القدم على حساب بيراميدز، سوبر افريقي في كره اليد على حساب نادي الزمالك، واعتقد انه ان شاء الله باذن الله مزيد من التتويجات قادمه. مهم جدا 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 نقف في حلقه النهارده على مواجهه من اهم واصعب مواجهات الموسم وكل ما يتردد. طبعا كلامي على الاهلي والترجي، مباراه يوم الجمعه اللي جايه في رادس، مباراه تقام باذن الله بدون جمهور، لكن مهم جدا عشان من يمكن 24 او 48 ساعه فاتت، وانا عارف طبعا اهتمام جماهير النادي الاهلي بالمباراه دي حجمها واهميتها، خصوصا انها بطاقه مرور، هتكون باذن الله بطاقه مرور لمباراه النهائي. هي مباراه صعبه بكل المقاييس، اوعى واياك ثم اياك ثم اياك ان تتخيل انه فريق الترجي بدون جماهيره هيكون يعني فريسه سهله للنادي الاهلي، وانه فريق الترجي حتى مع وجود غيابات مؤثرة جدا في مختلف المراكز هنتكلم عليها النهاردة هيكون لقمة سائغة للنادي الأهلي. هي مباراة صعبة بكل مقاييس، لازم ان احنا نحطها في حجمها الطبيعي ونضمن بإذن الله ان نحقق نتيجة إيجابية قبل ما نرجع لمباراة العودة في القاهرة، وساعتها يكون لنا
كلام تاني. خلينا نروح لفاصل، نرجع نبدأ حلقتنا وندخل في التفاصيل. هقف مع الأرقام والإحصائية دي مرة تانية، بس خليني أبدأ الفقرة دي بالكلام على الدوري الإنجليزي اللي كالعادة الحقيقة يظل واحد من أمتع الدوريات على المستوى العام، إن لم يكن أمتعها على الإطلاق. وكل سنة خريطة جديدة بتتغير، كل سنة شكل منافسة وطبيعة منافسة وفرق بتنافس مختلفة تماما عن السيزون اللي قبله. ما زالت المنافسة مشتعلة، وخصوصا طبعا يمكن إحنا يهمنا قوي دخول ليفربول في السباق. صحيح هو بعيد عن المنافسة على اللقب، لكن على أقل تقدير يبحث عن فرصة التأهل لدوري الأبطال بشكل مباشر، والمنافسة يمكن بينه وبين فريق نيوكاسل يونايتد وأيضا فريق مانشستر يونايتد. أما الصدارة فهي الأقرب ليها طبعا السيتي بقيادة بيب جوارديولا، ومن وراه طبعا بينافسه الأرسنال. خلينا نتكلم على الدوري الإنجليزي مع واحد من نجومه السابقين، وكان طبعا نجم في وست هام يونايتد وكريستال بالاس، هيدن مولينز، هو ضيفنا في السادسة. بداية نشكره على وقته وعلى مشاركته معنا، وأهلا وسهلا بيك في قناة الأهلي. Thank you. Nice to be here. شكرا شكرا، أنا سعيد لوجودي هنا. أبارك لك طبعا بما أنك نجم سابق في كريستال بالاس وست هام. امبارح وست هام حقق فوز على واحد من كبار الكرة الإنجليزية، عملاق، يظل عملاق حتى وإن ابتعد عن تحقيق الألقاب، على مان يونايتد بهدف في البريمير ليج. صحيح إنه الهدف يعني بغلطة من الحارس الكبير العملاق دخية، ولكن فوز كان مهم جدا لوست هام. رأيك في المباراة ورأيك في النتيجة؟ نعم، أرى أنه كان فوزا مهما لوست هام في هذه المرحلة. هو واحد من الفرق السابقة كما ذكرت، وأنا مستاء لما أراه من مركزه الآن. هو نادي كبير، ليس في أفضل لحظاتي في هذه اللحظة، ولكن كانت مفاجأة بالنسبة لي أن نفوز على مانشستر يونايتد. نعم كانت مفاجأة، ولكن كانت مفاجأة سارة لنا. الجميع يقول أنها كانت خطأ من ديخية، ولكن وست هام أدى مباراة جيدة وقام بما يلزم للفوز، فبالتالي مرحب بهذه 3 نقاط إذا كانت على حساب مانشستر يونايتد. فالمنافسة الآن صعبة مع مانشستر يونايتد، بالنسبة لمانشستر يونايتد كما ذكرت صعبة أمام نيوكاسل وليفربول، فبالتالي وست هام فاز ب3 نقاط مهمة في توقيت صعب أمام مانشستر يونايتد. فأعتقد أن هذه 3 نقاط ستفيد وست هام في المستقبل. بمناسبة كلامك عن مستوى وست هام يونايتد الموسم الحالي، موسم اللي احنا فيه دلوقتي، في كلام كتير أو مقارنات، خلينا أقول مقارنات بين موسم الحالي أو مستوى وست هام في الموسم الحالي ومستوى في الموسم السابق تحت قيادة ديفيد مويس. من وجهة نظرك إيه أهم أسباب تراجع مستوى الفريق بشكل عام يعني؟ لا أعرف حقيقة، الأمر صعب. هما طريقان، خصوصا ما حدث مع وست هام. اعتدنا أن نراه يحاول أن ينافس على المقدمة، ولكن إذا تحدثنا عن العام الماضي سنرى أن وست هام نعم أدى بشكل رائع، واستخدم لاعبين جيدين كأنتونيو، وقد أدى بشكل مذهل في الموسم الماضي. ولكن ما يحدث الآن، لديك الكثير من الإصابات، لقد فقدنا العديد من اللاعبين المهمين هذا الموسم، وبعض اللاعبين انتقلوا إلى أندية أخرى، فبالتالي وكذلك ديكلان رايس الأمر متاح له الآن لينتقل ويخرج من النادي. فهذا وكل ما حدث لم يسعف وست هام أن يؤدي بشكل جيد كما كان في الموسم الماضي. كان موسما طويلا الموسم الماضي، وكان موسما صعبا، ولاعبين مثل هؤلاء لم يعتادوا على المنافسة لمسافات طويلة كما يحدث في الأندية الكبيرة، وقد رأينا ما حدث أمام تشيلسي في مباراة سابقة. فأعتقد أن الآن وست هام يجب عليها أن يحاول أن يفوز بكل المباريات التي سيخوضها. أعتقد أن الأمر صعب، وخصوصا على نادي كوست هام أن يعيد الكرة وأن يفعل ما فعله في الموسم الماضي. فالأمر صعب على وست هام، خصوصا مع هذه التشكيلة من اللاعبين. الأمر اختلف عما كان في السابق،
فاتمنى. طيب قبل ما اسالك على 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 شكل المنافسه في السنه دي ومين الاقرب، خليني اسالك الاول مين يستحق لقب الحصان الاسود في البريمير ليج؟ هل هو الارسنال بعد المردود الاكثر من رائع الحقيقه اللي قدمه الموسم ده ومنافسته اللي ما زالت قائمه ويحتفظ بحظوظه في تحقيق لقب، ولا فريق نيوكاسل يونايتد اللي جه من بعيد واصبح من كبار القوم في الدوري الانجليزي؟ انا ساقول ارسنال، لان الارسنال يؤدي بشكل رائع، يؤدي بشكل كبير هذا الموسم، يسير بشكل ثابت، لم يتوقع احد ان نراه يسير بهذا الثبات لمدى بعيد في الدوري الانجليزي، ولكن ان يكون في المقدمه لهذا الوقت، اعتقد ان هذا امرا صعبا. اعتقد ان مع تقدم الاسابيع ومرور الاسابيع نرى ان فريق ارسنال يزداد قوه، ومانشستر سيتي بالفعل استغلت خساره النقاط التي تعرض لها ارسنال في الاسابيع القليله الماضيه، ولكن لنقول ان الحصان الاسود الان، أستطيع أن أبارك لنيوكاسل أيضا، نيوكاسل أدى بشكل رائع هذا الموسم، أداء رائع. بالطبع الاستثمار ساعد كثيرا نيوكاسل، ولكنهم لم يستثمروا بشكل جنوني كما رأينا في بعض الأندية الأوروبية، ولكن استثمروا بشكل عقلاني ومتوازن. استخدموا لاعبين ليسوا في أعلى المستوى على مستوى الأسماء، ولكن أدوا بشكل رائع جدا جدا. وبالنسبة لنيوكاسل أستطيع أن أقول أنه قريب من الصعود إلى الشامبيونز ليج في الموسم القادم. المنافسة صعبة، ولكن نيوكاسل أدى بشكل رائع كوجود مدير فني كإيدي هاو، الأمر رائع بالنسبة لنيوكاسل. لكن ما نقدرش نستبعد ليفربول برضو اللي دخل في الصورة. إحنا هنا في مصر جماهير الكرة في مصر تحب جدا تشوف صلاح في الشامبيونز ليج، والحقيقة أنه تقدر تقول أنه رغم البداية السيئة في بداية الموسم لليفربول، لكنه استعاد جزء من رونقه وجزء من قوته ودخل في مرحلة الصراع على التأهل للشامبيونز ليج. مين الأقرب من وجهة نظرك للحصول على بطاقة الدوري الإنجليزي في التأهل لبطولة دوري الأبطال؟ بالنسبة لي كما قلت أنت، ليفربول لديهم مدير فني رائع، لاعبين رائعين، لديه ثقافة الفوز بالبطولات، واستطاع أن يستمر على هذا الأداء لأربع مواسم متتالية. فأستطيع أن أقول أن ليفربول لديه منافسة مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد، ولكن ليفربول لديه الأفضلية بشكل قليل، ولكن لديهم الأفضلية في الأسابيع القادمة. لقد أدوا بشكل رائع كما رأينا محمد صلاح أدى أداء مذهلا في الثلاث أسابيع الماضية. بدأ محمد صلاح يستعيد مستواه ويحرز الأهداف، فبالتالي نيوكاسل ومانشستر يونايتد لديهم فرصة، ولكن الفرصة الأقرب لليفربول للصعود للشامبيونز ليج، لأن الشامبيونز ليج الآن أصبح كبيرا عما كان من قبل، والمنافسة فيه أصبحت صعبة، فبالتالي يجب على الفريق الذي سيصعد أن يكون متأهبا. نيوكاسل ومانشستر يونايتد بالطبع قريبين، ولكن ليفربول لديه الفرصة الأكبر. يعني طبعا أنا من محبي ومن عشاق محمد صلاح، ولكني من مشجعي المان سيتي، وبالتالي من كلامك كده إحساسي بيقول إنك حاسس إنه المنافسة حسمت، أو إنه اللقب في أغلب الأحوال هيكون في صالح مان سيتي الموسم ده بالنسبة بريمير ليج طبعا. نعم اللقب أصبح في كفة مانشستر سيتي بشكل قليل. التشكيلة التي مع بيب غوارديولا وهذا المدير الفني المذهل بدأوا الآن في استعادة الحفاظ على النقاط، واستعاد كامل تشكيلته في الأسابيع الماضية. هذا شيء لم نراه طوال الفترة الماضية بالنسبة لمانشستر سيتي. هو مانشستر سيتي الآن يحاكي مستواه السابق في الموسم السابق بالقوة التي أنهى بها الموسم. الآن مانشستر سيتي لديه مباريات في المتناول، ويمكن
أستطيع أن أقول الآن أن نعم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في متناول مانشستر سيتي. طيب خليني أروح لدوري الأبطال، وبوكا عندنا مواجهة كلاش من العدد الثقيل، بشوف أن مباراة تليق أنها تكون نهائي البطولة الحقيقة ما بين الريال بنجومه بتاريخه الكبير جدا، وهو ما زال حامل لقب بطولة دوري الأبطال، في مواجهة أقوى فريق على سطح الكرة الأرضية، مواجهة المان سيتي بقيادة الدبابة النرويجية إيرلينج هولاند. خليني أخذ رأيك وأقول لك قبل ما أسمع رأيك في المواجهة، تصريح لوين روني طبعا نجم المان يونايتد السابق، قال أنه السيتي بكرة سيسحق ريال مدريد، وأنا شخصيا أتفق مع روني في الجزء أو القصة اللي قالها أنه السيتي هيقوم بكرة أو هيقدم بكرة عرض كبير وفوز عريض على الريال. تتفق ولا تختلف، وشايف المواجهة إزاي؟ لا اتفق، ولا اعتقد ان مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد. لا، ريال مدريد لديه اكثر من 4 سنوات يواصل العمل الجاد في دوري الابطال ويفوز بدوري الابطال وكاس العالم. نعم، ريال مدريد فريق كبير، لديهم خبرات متراكمه في دوري الابطال. اعتقد اني اتفق ان مانشستر سيتي هو اقوى فريق في العالم كما ذكرت انت، ولكن هم اقوى من ريال مدريد في الوقت الحالي. لديهم كيفن دي بروين الان، واحد من افضل اللاعبين في العالم. نعم، ستكون مباراه صعبه، سيكون هناك تضييق في المساحات، وليس لن تكون مباراه مفتوحه، ولكن مانشستر سيتي سيسحق ريال مدريد؟ لا اعتقد ذلك. أعتقد أنه سيكون نهائي مبكر، وستكون فرصة جيدة أن نرى مباراة بدوافع كبيرة مثل هذه المباراة، ولكن سحق ريال مدريد؟ لا. نعم، ستكون مباراة من الأربعة الكبار اللي تأهلوا للدور قبل النهائي، الإنتر والميلان الريال والسيتي، مين فرصه أكبر أو مين ترشحه لتحقيق لقب البطولة؟ مانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل نادي، لديه أفضل مدير فني وأفضل تشكيلة. نعم، بنزيما هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ولكن هالاند الآن أصغر وأقوى. مانشستر سيتي الآن لديه القدرة على تدوير الكرة بشكل رائع أكثر من أي فريق في العالم. نعم، مانشستر سيتي بالنسبة لي سيفوز بدوري الأبطال. هيدن مولينز، بشكرك شكرا جزيلا، وقبل ما أختم لقائي معك عايز اسالك على اعتقد في تيشرت لمنتخب الارجنتين يمكن ظاهره في الخلفيه بتاعتك، وفي اعتقد تيشرت ثانيه بس مش قادر اعرف يعني من لونها كده، توقعت انها تكون للارسنال مثلا في سنه من السنين الارسنال. دي تيشرت الارجنتين رقم 11، ايه قصتها وايه حكايتها؟ نعم، هذا تيشرت روبرت بيريز من الارسنال، كانت مباراه ضد الارسنال، وكان اخر موسم لروبرت بيريز، وقد احتفظت بهذه النسخة من اللقاء ضد الأرسنال. أعتقد كأنه كان أحد نجوم المفضلة، وأعتقد أنه كان سعيدا في هذا الموسم. نعم، أنا احتفظت بهذه التذكرة بعد اعتزال روبرت بيريز. وتيشيرت الأرجنتين؟ نعم، الأرجنتين، هذا كارلوس تيفيز، طبعا هو لاعبي السابق لعب معي حينما كنا في ويست هام، ولعب في مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. كارير رائع لكارلوس تيفيز. أنا احتفظت بهذه النسخة، طلبتها منه بشكل شخصي وقد أحضرها لي. أنا كنت محظوظ أن أحتفظ بهذه النسخة لأنه لاعب رائع، ولاعب رائع أن أحظى بالتيشيرت الخاص به وأن أرافقه في الملاعب. هذه أنا فخور للاحتفاظ بهاتين النسختين. طبعا نجوم مهمين جدا في الكرة العالمية وفي الكرة الإنجليزية، سواء كارلوس تيفيز طبعا مهاجم منتخب الأرجنتيني، أو روبرت بيريز واحد من اللاعبين الوسط الملعب اللي كانوا مميزين جدا مع الأرسنال أو مع المنتخب الفرنسي. بشكرك شكرا جزيلا، اتشرفت بلقائك وبتمنى لك طبعا كل التوفيق. شكرا على مشاركتك معنا هيدن مولينز، طبعا نجم وست هام وكريستال بالاس السابق، كان ضيفنا في السادسة. فاصل ونستقبل نجمنا وضيفنا النهاردة كابتن أمير عبد الحميد في السادسة، لكن بعد الفاصل.
نجمنا النهارده في السادسه وضيفنا كابتن امير عبد الحميد، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي. وانا عارف طبعا يعني احنا لسه واخدين سوبر في سوبر، والناس لسه ما لحقتش فرحتهم تبرد شويه، والناس النهارده بتتكلم في الاهلي والترجي. هنتكلم بالتاكيد على دوري الابطال وعلى الاهلي في الترجي والترجي، بس خلينا الاول النهارده نرحب كابتن امير عبد الحميد. والنهارده امير نيو لوك، يعني لوك اول مره اشوفه، متعودين دايما الشعر الطويل. وامير مساء الخير واهلا بيك معنا في السادسه. حبيبي محمد ربنا يخليك، وشكرا طبعا على الكلام الحلو والتقديمه، ومبروك للنادي الاهلي على كل حاجه. يعني. ولا حاجه، انا كنت في عمره اصلا. كنت في عمره، ربنا يتقبل. دعت لنا دعوتين أكيد حلوين. اكيد اكيد والله. وربنا استجاب الحقيقه يعني الاهلي الاسبوع ده، والله في دخلتك دي اول حلقه كان عندي كاس على اليمين هنا كده وكاس على الشمال هنا، ده سوبر وده سوبر، ده سوبر فوتبول وده سوبر هاندبول. مبروك طبعا السوبر الاولاني الاهلي حققه طبعا في ابو ظبي في بدايه الاسبوع، هاخد رايك في المباراه. وامبارح طبعا الفرحه الكبيره سوبر افريقيا، اهلي وزمالك، الاهلي بيفوز بسوبر جديد، فلازم ابارك لك على البطولتين. حبيبي الله يبارك فيك، وطبعا مبروك ليك ومبروك لكل جمهور النادي الاهلي واللعيبه واي حد ينتمي للنادي الاهلي، سواء هاندبول، كوره. هي الفرحه بتبقى اهلاويه، كل الاهلاويه. انا عايز اقول يعني حتى جمهور الكوره امبارح فرحان بالسوبر كانها بطوله كوره بالظبط. على فكره انا حتى ماتشات الهاندبول انا كنت رايح ماتش الهاندبول سيدات والطايره وفولي برضه نفس القصه. بس طبعا حصل ظروف ما رحتش. انا اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي وراه على طول. وفي نفس الوقت الكلام ده احنا اتعودنا عليه يا احمد من زمان واحنا صغيرين. النادي الاهلي دايما سوبر ودايما بيلعب على التتويج، عشان كده البطولات بالنسبه له تبقى عادي، بيسعى ليها، بيخلص ليها قبليها وبيستعد كويس، عشان هو في الاول في الاخر مش هدفه ماتش او سيمي فاينل او دور 8. هو هيهمه التتويج ويهمه ان اللعيبه كلها بتلعب على الـ على الـ على الهدف اللي هو البطوله. زي ما قلت لك في كل البطولات حتى في الناشئين اتعودنا خلاص على ده، ودي حاجه كويسه جدا. وفي نفس الوقت تسال عليها بقى اي حد جاي من بره يخش النادي الاهلي. صحيح. او اي حد جوه النادي الاهلي في المنظومه يخرج يلعب بره، في فرق شاسع، فرق كبير جدا انك انت تلعب في النادي الاهلي وتاخد بطوله. كل بطوله اكيد بتبقى غاليه، لو سالت مروان عطيه، سالت كل حتى الولاد الصغيرين المتصاعدين، سالت اي حد دخل جوه النادي الاهلي وخد بطوله اعتقد بتبقى غاليه بالنسبه له. هي مروان وخالد و كل الناس وخالد وغندوسي. لا انا بتكلم على اللعيبه الاحدث، يعني بتكلم على وكريستو، كل الناس. 3 4 شهور دول، 3 4 شهور في الاهلي بالظبط. النهارده واخدين بطولتين، كاس مصر واخدين بطوله كاس سوبر. خليني اروح معاك للاهلي والترجي، بس قبل ما افتح الملف عشان ده ملف مهم جدا وعندنا فيه حاجات كتير جديده النهارده ان شاء الله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكابتن سمير عدلي مدير الجهاز الاداري هيسافروا لتونس عشان يحضروا لاستقبال البعثه اللي هتسافر بكره ان شاء الله، والاهلي بيرجع النهارده للتمرين. وهنشوف مع بعض امير تمرينه الاهلي، بس خليني اعرض ليك واعرض لمشاهدي السادسه احصائيه وارقام مرتبطه ب لاعبي خط الوسط الاكثر مراوغه على مستوى العالم. وانا قلت لكم ويمكن عرضناها في بدايه الحلقه وقلت لكم هرجع لها مره ثانيه، بس حبيت ارجع لها انا وامير لانها فيها اكثر من نقطه مهمه وتخصنا احنا كجماهير كره مصريه. خلينا نشوف الانفوجراف ونرجع نعلق عليه. طبعا بيدري وجود بيلينغهام يعني وغيرهم من الاسماء لعيبه كبيره جدا، لكن اللي كان ملفت بالنسبه لنا جدا هو وجود محمد رضا بوبو، لاعب فيوتشر نجم الكره المصريه طبعا في القائمه. والقائمه دي بالمناسبه مش او الارقام والاحصائيات دي مش احنا المسؤولين عنها، طبعا المرصد التابع للفيفا هو اللي اختار الاسماء دي بناء على ارقام واحصائيات مشاركتهم مع انديتهم. طبعا في فوارق لازم نحطها في الاعتبار في مستوى المنافسه، اكيد جود بيلينغهام او بيدري وهو بيلعب في برشلونه في الدوري الاسباني، جود بيلينغهام وهو بيلعب في الدوري الالماني مع بروسيا دورتموند، غير بوبو لما يلعب في الدوري المصري. لكن في النهايه وجود بوبو في القائمه دي بيقول وبيأكد على انه لاعب مميز وعنده امكانيات عاليه قوي يا امير. احنا بقى مش هنتكلم على اللعبه العالميه يا احمد، هنتكلم على بوبو. بوبو من اللعيبه الكويسه جدا واللعيبه الممتازه، وكان في كلام كتير جدا على انديه جوه مصر اكيد كانت اتكلمت عليه، ولكن ان يعني الاتحاد الافريقي او المسؤولين يعني مسؤولين عالميا والفيفا ان هم يطلعوا رضا بوبو ان هو من اللعيبه الممتازه في نص الملعب، اعتقد دي حاجه كويسه جدا للاعب نفسه ولمصر عامه ونادي فيوتشر. فاعتقد ان هو اكيد لاعب مميز وفي الكونفدراليه اكيد الناس كلها متابعاه، ف يعني دي حاجه كويسه جدا تشرفنا طبعا. واعتقد ان هو بعد الكلام ده ممكن يروح حته كويسه يعني. نتمنى. طيب خليني ابدا معاك ملف الاهلي والترجي بتمرينه النهارده. معانا زميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، خلينا نطمن على تمرينه النادي الاهلي النهارده
بعد طبعا 48 ساعة كانت راحة بعد مواجهة بيراميدز في مباراة السوبر في أبو ظبي والعودة. كان قرار مستر كولر بأنه يكون في راحة 48 ساعة ومن بعدها تبدأ فترة أو مرحلة الاستعداد اللي بدأت النهاردة. نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي يطمن منه على تمرينة الفريق النهاردة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك والضيف الكريم كابتن عامر عبد الحميد طبعا حارس مرمى مصر والنادي الاهلي. برحب بيكم بكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. محمد، نطمن يمكن اول يوم للفريق في مرحله استعداد لمواجهه الترجي في دوري الابطال يوم الجمعه اللي جايه، نطمن منك على شكل الفريق واستعداداته النهارده. بالطبع يا احمد، زي ما ذكرت يمكن الفريق يعني لسه راجع من الامارات، 48 ساعه اجازه، اول تدريب النهارده، ثاني تدريب بكره، بعد كده السفر بكره باذن الله لتونس، مباراه تونس في نهائي دوري ابطال افريقيا. كعاده النادي الاهلي دايما وقدر انه كل يوم بيلعب على بطوله جديده وان شاء الله يوفق في كل البطولات اللي بيخشها. يمكن الفريق زي ما انت قلت بعد راحه 48 ساعه، التدريب الاول كان النهارده كالعاده طبعا مستر كولر قبل التدريب كان فيه محاضره للاعبين في غرفه المحاضرات، من بعدها النزول لارض الملعب، وكان يمكن زي ما شفتوا في اللقطات اللي معاكم تدريب بدني قوي جدا، ومن بعده التدريبات بالكره. وحالا دلوقتي وانا معاك على الهواء التقسيمه دلوقتي بتجري في ارض ملعب مختار التتش هنا بالجزيره. فطبعا حابب اطمنك على عدد كبير جدا من اللاعبين الغائبين خلال الفتره الماضيه. عمرو السوليه الحمد لله انتظم في التدريبات الجماعيه النهارده. محمود متولي بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي بيجري تدريبات استشفائيه في الجيم، وباذن الله بكره هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. طبعا حسب ما اتكلمنا مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي للنادي ان الحمد لله الاستجابه والوعي بقوا احسن بنسبه كبيره جدا، ورد الفعل كمان، وان شاء الله غدا هيكون مع باقي زملائه. كمان ياسر ابراهيم موجود في التدريبات الجماعيه، محمد الضوي كريستو اللي كان غايب طبعا منذ فتره باصابه في الكاحل الحمد لله برده موجود وبيتدرب بشكل طبيعي، وطبعا عوده كمان رامي ربيعه واحد من اعمده الفريق الاساسيه خلال الفتره اللي فاتت الحمد لله شفي تماما وموجود في التدريبات الجماعيه. يعني نقدر نقول ان قائمه الفريق يا توفيق بكره ان شاء الله قائمه الفريق كامله، اعتقد ان الاسماء اللي انت قلتها واللي كانت موجوده او غابت الفتره الاخيره نتيجه يعني اصابات كلها موجوده وجاهزه للمشاركه مع الترجي. كابتن امير كمان عايز يسالك سؤال فيما يتعلق بعوده المصابين. توفيق ازيك عامل ايه؟ وطبعا برحب بيك، وكنا عايزين نطمن على اللعيبه وحاله التركيز، وكمان عايزين نطمن على محمود متولي يعني صحته عامله ايه؟ هل شارك ولا لا؟ اتدرب بشكل طبيعي ولا لا؟ ممكن تطمننا بعد اذنك؟ تحياتي ليك طبعا كابتن امير، منورنا ومنور شاشه قناه النادي الاهلي. حابب اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، محمود متولي اتكلمت عنه باستفاضه مع دكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي، قال ان كان طبعا في كلام كتير اتقال بعد المباراه انه هيقعد في الامارات يومين او هيرجع معانا على طول. بعد ما المباراة على طول فضلت اصطحابه والعودة مع الفريق للقاهرة، الحمد لله هو كان في راحة تامة لمدة يومين زي باقي الفريق. يمكن طبعا اتعمل له النهاردة قياسات وحاجات زي كده، قال لي الحمد لله رد الفعل الوعي بقى كامل بنسبة 100%، ولكن فضل النهاردة انه يخوض بعض التدريبات بس الاستشفائية داخل الجيم الخاص هنا بالفريق داخل النادي الاهلي، وان شاء الله بكره في التدريب الصباحي هيكون موجود باذن الله مع الفريق. زي ما قلت لك بقيه المصابين كلهم الحمد لله كلهم موجودين في التدريبات الجماعيه. يمكن كمان حاجه كويسه جدا في التدريب النهارده، اكرم توفيق موجود داخل الملعب النهارده بيأدي تدريباته وبرنامجه التاهيل. يمكن الدكتور احمد ابو عبله برضه سالته عليه واستفسرت عن اكرم وعن كريم فؤاد كمان، قال الحمد لله يعني اكرم ماشي بشكل اكثر من رائع في البرنامج التاهيلي بتاعه وشغال، يمكن كمان سابق المعدلات بتاعته طبعا بسبب الروح العاليه اللي عند اكرم، ربنا يكرمه ان شاء الله ويرجع في عربات. وكمان كريم فؤاد بيؤدي برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، وباذن الله يعني يكونوا في القريب العاجل موجودين مع باقي افراد الفريق. عاوز اطمنكم كمان على بعثه الفريق وسفرها لتونس، يمكن كابتن سعد الحفيظ مدير الكره بالفريق طبعا وكابتن سمير عدل المدير الاداري سبق الفريق بالفعل النهارده الى تونس لطبعا لانهاء كل الترتيبات الفنيه الاداريه هناك، سواء اماكن الاقامه اماكن التدريبات كل الحاجات دي. كابتن سيد وكابتن سمير عدل معودنا دايما ان هم بيسبقوا الفريق وبينهوها بشكل اكثر من رائع. باذن الله الفريق بكره عنده احمد تدريب صباحي هنا برده على ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعد ان شاء الله هيبقى التحرك لمطار القاهره، ولان البعثه باذن الله هتسافر فيه تمام الرابعه عصرا، وان شاء الله يكون معاها كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق، وان شاء الله يعني خطوه كبيره واول خطوه واول شوط في تونس يكون من نصيبنا بنتيجه كويسه تسهل كتير جدا علينا ماتش العوده باذن الله يوم 19، وباذن الله نكون في النهائي، وباذن الله اللقب ال11 يكون قريب جدا من قلعه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من داخل النادي الاهلي. دي اخبار تمرينه او عوده مره ثانيه للاهلي، استئناف تدريباته واستعداده لمواجهه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه في تونس. من مباراه الرجاء هبدا معاك، او مباراتي الرجاء في دوري الابطال، 2-0 هنا في القاهره، ثم تعادل سلبي في دار البيضاء، ثم مباراه ابو ظبي سوبر المصري في مواجهه بيراميدز،
حاسس انه في فارق في الاهلي اللي ظهر او كره الاهلي اللي ظهرت في المرحله دي عن اللي كان بيتقدم في دور المجموعات؟ اكيد طبعا، لان السبب الرئيسي طبعا في انك انت ما تاديش بشكل كويس، اعتقد ان ظروف التيم وظروف النادي وظروف الفريق في وضعه في الـ في الـ في المجموعه ما كانش يليق بلعيبه النادي الاهلي ولا يليق بالنادي الاهلي، انك انت النادي الاهلي دايما معروف ان الفرق الثانيه في افريقيا لما بيلاقوا النادي الاهلي في مجموعه خلاص بيبقى في رعب او في يبقى مليون حساب عارفين النادي الاهلي مش هدفه المجموعه، يعني كله بيدور يبقى رقم 2 للنادي الاهلي، هيبقى اول حاجه اول مجموعه والهدف الاكبر اللي هو احمد اللي هو انك انت تصعد للنهائي وتاخد البطوله. فطبعا اللعيبه كانت مجهده وكانت ماشيه بشكل مش طبيعي، فكان وضعنا ما كانش كويس في المجموعه، يعني هنقول ان احنا صعدنا زي ما اللعيبه حطت نفسها، ده اللعيبه برده كمان قدروا يوصلوا وصعدوا لان هم يصعدوا للادوار اللي بعد كده. طبيعي انك انت تبقى مضغوط، اكيد ما بتاديش بشكل كويس، وكان في اجهاد كبير جدا، دوري وبعدين تسافر وبعدين تلعب ماتش وتسافر تطلع من الملعب على المطار، اكيد في اجهاد، ولكن لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي عنده من الخبرات انك انت تعمل استشفاء سريعه، لان طبعا طبيعي ان انت في النادي الاهلي انت عليك ضغوطات كبيره جدا، بتطلع من بطوله لبطوله من ماتش لماتش، فاكيد هيبقى فيه اجهاد، لكن انا بشكر الجهاز الطبي طبعا بصراحه ليه مجهود كبير جدا ان هو والجهاز الفني اكيد ان هو يقدر يوصل اللعيبه ان هيبقى فيه ريكفري على طول ويتابع اللعيبه. ده بيفرق جدا لان انت عندك السيزون طويل، عندك بطولات كتيره متعدده، فبالتالي لازم يبقى اللعيبه كلها فريش عشان ده يعني يكملوا. ده بالنسبه للجهاز الطبي. احنا كجمهور ممكن نسمع عن فكره المتخصصين في الاحمال والجرعات التدريبيه لكل لاعب وقدرات كل لاعب على التحمل، انتوا كلاعيبه كنتوا بتقروا ده او كنتوا بتفهموا ده او كنتوا تعرفوا مدرب الاحمال ده ممكن يكون بيسبب لكم مشاكل او ممكن يكون بيساعدكم على تطوير مستواكم، فكره الريكفري التعافي من الاجهاد والتعافي من الاصابات، بتفرق الحاجات دي او بتحسوها انتوا ازاي يا امير وانتوا في الملعب؟ اكيد يا احمد بنحسها طبعا، بس خلي بالك انك انت طبيا والعلم اكيد سنه بعد سنه في طبعا طبعا اكيد في اجهزه بتعمل ريكفري على طول، اللعيبه بتمشي على اكل معين غير اللي احنا كنا، اكيد انت بتتكلم من 10 سنين ولا حاجه، اعتقد ان الامور كانت في نقله في نقله كبيره جدا. ولكن انت كان معانا طبعا دكتور ايهاب علي وكل المسؤولين كانوا موجودين معانا، لان انتوا برده كنتوا بتسافروا كتير وتلعبوا ماتشات كتير وبتنافسوا في، يعني دايما بقول ان لعيبه الاهلي من الحاجات اللي الناس ما تاخدش بالها ان هم اكتر لعيبه بتلعب عدد مباريات واصعب مباريات في كل موسم اكيد، وبعدين فبالتالي ده لود بدني وذهني ونفسي على الـ على الـ على اللاعب ما بيتعرضوش اي لاعب في اي فريق تاني اكيد، بلس بقى عدد ساعات الطيران. عدد ساعات الطيران انت بتتكلم في، يعني مثلا لو رحت جنوب افريقيا بتتكلم في 8 ساعات. أيوه. بتتكلم تبقى لاعب قبليها ماتش قبليها ب 24 ساعه او بساعتين تاني، احنا ماتش سان داونز اعتقد احنا لعبنا المقاولين او لعبنا حد وبعد كده بعديها من الاستاد للمطار تطرت 8 ساعات، بعدها بيومين هتلعب. قبل كده في الجيل بتاعنا كنت انا فاكر كان عندنا ماتش المحله كان الساعة 9 بالليل خلص 11 وطلعنا من المطار رحنا اليابان 15 ساعة. طيب. وبعدين قعدت، يعني اللعيبة أكيد بتتعب أكيد الجهاز الفني. ده أنت بتتكلم في آخر أسبوعين بس، هم جايين من الرجاء على القاهرة ومن القاهرة على أبو ظبي ومن أبو ظبي على القاهرة عشان يروحوا على تونس. فشوف يعني الناس مش الناس أكيد يعني في ناس أكيد مش بتحس بده، لكن اللي بيحس بده اللعيبة بتتعب جدا. أيوه. اللعيبة كفاية الضغط العصبي لكل لاعب إن هو عايز يظهر بشكل كويس، عايز يفيد النادي، ده مجهود كبير جدا ذهني وبدني. بلس انك انت عدد ساعات زي ما قلت الماتشات اللي هي موجوده، ولكن الجهاز زي ما قلنا الجهاز الطبي اكيد ليه دور، الجهاز الفني ليه دور ان هو يعمل روتيشن للعيبه اللي موجوده، زي ما شفنا مستر كولر عمل ايه؟ عمل ايه؟ انت بتلعب ماتش نهائي فوجئت بالناس بقى لها فتره ما بتلعبش. بدايه بشريف وعبد القادر والقندوسي. فهو اكيد عنده فكر اكيد واعي عنده وعي. واكيد عجبك القندوسي في المباراه دي؟ القندوسي هو لعيب كويس، عنده احسن من كده بكتير، امكانياته هايله، عايزه ياخد وقت اكبر، عايزه يدخل مع مشاركه، يعني مشاركه ياخد مشاركه اكبر،
واطول ويدخل ويساعد نفسه انه يدخل مع اجواء اللعب واجواء الفريق، على اساس ان هو لو حط رجله خلاص الموضوع منتهي، لان هو لعيب كويس وعنده خبرات كبيره جدا. ولكن ما كانش احسن حاجه في ماتش ماتش السوبر، او عنده احسن كده بكتير، ممكن يكون بقاله فتره كبيره ما لعبش ولقى نفسه ان هو هيلعب. لكن اعتقد ان الفتره الجايه هيبقى ليه دور كبير جدا. وقفشه بعيد لكن قفشه دوره مهم جدا لما يكون بيلعب. يعني احمد عبد القادر ادى بشكل كويس دفاعيا هجوميا، كان يعني ممكن بيلعب بشكل فردي شويه هجوميا، ولكن بس عامل صناعه فرص مؤكده، يعني عامل واحده القندوسي يعني بلسم. هو عنده احسن من كده بكتير كمان. يعني احمد عبد القادر عنده احسن من كده بكتير، لما يلعب بشكل ايجابي على الجول او مع زمايله بيبقى ليه دور كبير جدا. ولكن احيه على المستوى الدفاعي. كان عامل دور كبير أول جدا اول مره نشوف عبد القادر دفاعيا بالجرينتا دي، بالالتزام ده. هو ده التطوير للاعب نفسه والمدرب بيساعده، ودي بصمه كولر طبعًا. يعني زي ما كنا بنشيد بيه في تطوير مستوى عدد من اللاعبين اللي ظهروا بشكل كبير جدا وغير توظيفهم في الملعب. في لعيبه احنا عايشنا معاهم مواسم كتير في النادي الاهلي، متعودين على اتغيرت عليهم اجهزه فنيه بالمناسبه، هم ومتعودين نفس عليهم البوزيشن. نفس البوزيشن بنفس الادوار، ما فيش حاجه بتتغير. لكن مع كولر انا الحقيقه اشهد للراجل انه على المستوى، سيبك من الجمال لانه ده في النهايه بيترجم لنتائج، الراجل محقق علامه كامله وجايب لك ثلاث بطولات لغايه دلوقتي في اول موسم. لكن انا بتكلم على المستوى الفردي، دي اللي ملحوظه جدا لكل الناس، انه لا الراجل ده بيشتغل مع كل لعيب او بيشوف قماشه كل لعيب بشكل مختلف ويعرف يوظفها او يبتكر في توظيفها بشكل جديد. اكيد يا محمد، وده شفناه مع لعيبه كتير جدا، حمدي فتحي، وشفنا محمد هاني، شفنا متولي ربيعة ياسر لما كان، شفنا عبد المنعم. فلسيتاو مع كولر يمكن يكون أكيد. في ناس بتشوفه افضل نسخه فلسيتاو من اول ما اكيد طور منه، اداله ثقه كبيره جدا، عنده ثقه كبيره فيه. خلي بالك هو دايما بيلعب بيه اساسي، وفي الملعب ما بيطلعوش غير يعني لما يتعب، لانه عنده ثقه كبيره جدا فيه. ولكن انا مش عايز انسى دور برده كابتن سامي قمصان يا احمد وكابتن سعد عبد الحفيظ، اكيد لهم دور كبير جدا على المستوى الفني والاداري. انت بتتكلم في كابتن سعد الحفيظ النهارده اهو رايح عشان يهيئ للعيبه والجهاز الفني والبعثه الراحه النفسيه والاكل والتظبيطات من دلوقتي، لان انت عندك ماتش مهم جدا طبعا، ماتش الترجي. فانا شايف ان كله بيعمل دوره بشكل كويس. كابتن سامي قمصان له دور كبير جدا مع الجهاز، اعتقد ان هو وشفناه كمان في التمرين واقف مع عبد المنعم، واقف مع الجهاز الفني ومستر كولر. فانا شايف ان كله بيشتغل وكله بيجتهد، وده الطبيعي انك انت بتبقى موجود في النادي الاهلي. اعتقد انك انت لازم كل واحد يخلص، كل واحد لازم يتعب للنهايه، ودايما في الاول وفي الاخر النادي الاهلي هو السوبر، هو رقم واحد، انك انت بتلعب على البطولات. عشان تلعب على البطولات اكيد اللعيبه بتضحي، اكيد اللعيبه بتجتهد، الناس المصابه عايزه ترجع، الناس اللي ما فيش فرصه ان هي تلعب بتحارب ان هي تلعب. فانا شايف ان في حاله كويسه، وشايف ان النادي الاهلي خلاص نسي الموضوع كاس السوبر، وابتدي يدخل دلوقتي في تركيز ماتش الترجي، لان ماتش الترجي اعتقد ان هو مفتاح، طبعا مفتاح كبير جدا طبعًا. انك انت تاخد البطوله، زي ما يعني انا شايف ان هي نفس ظروف شويه مع الفارق. كنا اعتقد 2002 او 2001 حاجه كده مع مصطفى الجوزي، كان ساعتها الكابتن صالح سليم اجتمع بينا، وكان عندنا ماتش سيمي فاينل كان الترجي، اتعادلنا هنا 0-0 وما كناش موفقين في اللقاء ده. 2001 ايوه، رحنا كسبنا هناك في رد، تعادلنا 1-1 كابتن سيد عبد الحفيظ، جول سيد عبد الحفيظ من نص الملعب بالظبط. فده انا عايز اقول لك على حاجه كمان في الماتش ده، احنا كابتن صالح سليم قال لنا الماتش ده اللي هيوديك هو يجيب لك البطوله، فاحنا لازم نكسب الماتش ده. ده الكلام ده بعد الماتش بتاع هنا ولا بعد بعد ماتش بعد اللي هنا؟ بعد اللي هنا 0-0 ما كناش الكوره مش عايزه تدخل جول. لو في كوره شهيره شيتوس بيشوط، علاء ابراهيم بيشوط، مش عارف علاء يعني فاروق بيشوط، كابتن يعني في ناس كتير جدا عماله تشوط والجول عمال يطلع، وكان موفق في اللقاء. قالوا خلاص احنا هنروح هناك نكسب. فعلا رحنا اول 5 دقائق جابوا فينا جول، اول 5 دقائق في استاد المنزا جابوا فينا جول، قلنا لا نتماسك بقى وابتدينا نلعب. وكابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان ليه ظروف كمان، كان راجع من اصابه ما لعبش ماتش ودي، وكنت يمكن مواقف الهاء الكوميديه شويه، انا كنت قاعد معاه في الاوضه وبعد كنا في رمضان، وبعدين صلينا قيام ليل كتير قوي، فبقول له انت صليت كتير قوي، ده انت ممكن بكره ربنا يكرمك. قال لا اكيد، بس انا هبقى بره السكور. قلت له لا انت هتلعب، حاسس بيك انك انت ممكن تشارك، لان مستر مانويل جوزيه ما تفهملوش حاجه، يعني ممكن يروح جاي حطك
وحط احمد فتحي بعد الاصابه ماتش الاوبن الكاميروني ما لعبش ماتش ودي ولا اي حاجه وحطه برده في التشكيل ولعبه. يعني الاثنين دول كانوا بعاد عن السكور شيت ورغم كده اتحطوا في المباراه دي وكانوا بالذات طبعا كابتن سيد كان ليهم دور يعني سيد طبعا اكيد وكره يعني ما كانش حد مستنيها. فاكر الجول ده يعني زي كانه امبارح طبعا نص الملعب واتحطت هو نزل هو قال لي قلت له يا كابتن انت هتنزل تجيب جول وتكسبنا بس ما اعرفش ان هو التعادل بقى انت سايبها ليك دور وهتجيب جول. قال لي صعبه قوي وبتاع. المهم خدنا المحاضره فلقى نفسه في السكور قال لي انت شكل كلامك ايه هيطلع مظبوط اعتقد اخر ربع ساعه ولا حاجه نزل نزله لو تقريبا لونج باس من وائل جمعه او شادي مش فاكر تردت مع علاء ابراهيم حاجه كده راح هو حاطط الكوره وكانت من الاجوال لا تنسى. انا عايز اقول لك ان احنا ما صدقناش كانت فرحه هستيريه زي جول الصفاقسي بالظبط. واحمد فتحي كان معانا ماتش القطن الكاميروني كان راجع من وتر اكيلس كان اصابه كبيره جدا ما لعبش ماتش ودي مستر مانو جزاء حطه في السكور ولعبه اخر نص ساعه ثلث ساعه في اللقاء فماتش بس احنا عموما مع الترجي يعني الترجي دايما بالنسبه لنا انا بتهيألي كده وشه حلو علينا هو وشه حلو علينا بس عارف اللي هو ايه يعني هو فريق طبعا ليه احترام انا بشوف واحد من غلان افريقيا يعني أكيد. فريق أكيد. طبعا من الفرق لازم تعمل لها حساب وده واحد من الحاجات اللي عايز اكلمك فيها في مقدمات المباراه. في حاجات ممكن تبان انها في مصلحتنا بس هي بصراحه مقلقاني او مش مريحاني. فكره انه على خلفيه ماتش شبيبه القبائل والاحداث اللي حصلت فكره انه الناس تقول لك والله مباراه تونس اتسهلت علينا قوي اصل الترجي يلعب من غير جمهور. ناس تقول لك لا ده الترجي بيعاني من غيابات كتيره جدا وكلها لعيبه اساسيه. معز بن شريفيه حارس المرمى، حمدو الهوني الجناح الشمال بتاعهم، غيلان الشعلاني، كلها اسماء تقيله الحقيقه في فرقه الترجي. انا خايف من ده، خايف فكره انه هنلعب من غير جمهور وفي لعيبه ممكن تبقى غايبه مش موجوده، فبالتالي لا يا جماعه ده المباراه سهله واحنا رايحين نخلص على الترجي في تونس قبل مباراه القاهره. بص احمد الكلام انت قلته ده كلام مظبوط جدا ولكن زي ما قلت لك الهدف بتاع لعيبه النادي الاهلي مش فارق معاه في جمهور مش فارق معاه مين اللي هيلعب او مين اللي هيغيب. اللعيبه رايحه لهدف معين، انا رايح النهارده اخد ثلاث نقاط زي ما بيقولوا لان انا عندي ماتش ثاني في القاهره. ايوه. فاللعيبه بتاعت النادي الاهلي متعوده ان هي يبقى في ضغط جماهيري حتى لو الترجي لعب بالاستاد متقفل كجمهور يعني وكده. اللعيبه بتاعت النادي الاهلي اكيد الهدف الاكبر اللي هو انا مش فارق معايا جمهور. اعتقد الاحداث اللي حصلت ممكن تاثر على الترجي. دايما الترجي او فرق شمال افريقيا يا احمد دايما قبل اي مباراه لازم تلاقيها بتطلع تصريح معين اللي هو بيغيب لعيب فلان لعيب الفلاني حصل معانا مع الصفاقسي. كان في لعيب مش فاكر كان اسمه ايه كان لعيب مهم جدا في الصفاقسي قالوا ان هو مش هيلعب وتعبان ومش عارف ليه في السكور. عندك النفطي وكان من اهم اللعيبه في عبد الكريم النفطي لعيب تقيل جدا بالظبط صرحوا ان هو تعبان ومش هيلعب ودرجه حرارته بيموت في البيت ومش عارف ايه لانه بيلعب في السكور. هم دايما فرق شمال افريقيا بتتعامل على العامل النفسي. لكن احنا عندنا لعيبه خبرات، عندنا لعيبه دوليه، عندنا لعيبه بتمثل نادي كبير في افريقيا. اكيد نادي الترجي عامل الف حساب للنادي الاهلي وكذلك النادي الاهلي اكيد بيحترم فريق الترجي ولكن الاهداف والطموح هو اكبر عند فريق لعيبه النادي الاهلي. وشايف ان احنا الحمد لله ايا كان مين الغيابات ايا كان مين اللي هيلعب احنا لعبناهم بن شرفيه كان بيلعب والهوني وكل الناس كانت بتلعب وكسبنا. احنا في الدور في نسخه البطوله العشر النسخه اللي توج فيها الاهلي باللقب على حساب كايزر تشيفز لعبنا الترجي لعبنا الترجي ومع مستر تحت قياده مستر بيتسو موسيماني وكسبناه ذهاب وعوده. دي النسخه اللي قبل الاخيره على طول. ايوه. هل تعتقد يعني بيتكلم على جيلين واجهوا بعض في نسخه مش بعيده قوي نفس التيم بتاعنا. في طبعا بعض الاختلافات وهم كمان يمكن عندهم بعض الاختلافات لكن القوام الرئيسي للفرقتين هو. هل تعتقد انه ده ياثر او ممكن يتاخد قياس على الماتشين بتوع 12 و19؟ لا طبعا خلي بالك الترجي برده عنده خبرات ولكن زي ما قلت لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي هو بيبقى دايما موجود مع الفريق سواء اللي هيسافر او اللي موجودين في تونس. انا شايف ان اللعيبه زي ما قلت لك يا احمد هم بيطلعوا من بطوله لبطوله. النهارده كان تركيز في كاس سوبر خلاص انتهى اللقاء والفرحه وكل حاجه
الموضوع انتهى، راجعين في طياره بيركزوا في ماتش الترجي النهارده. اللعيبه كلها بتادي بشكل كويس في التمرين وروح عاليه، والناس المصابه رجعت، وشفنا عمرو السوليه اكيد رجوعه اكيد برده هيبقى اضافه للفريق وخبراته. انا شايف ان فريق الترجي بمشاكل اللي عنده، الاحداث اللي حصلت في ماتش الجزائر، الجمهور طبعا اعتقد بيفرق جدا. هو الجمهور يفرق جدا يا احمد مع فريق الترجي، لكن احنا بالنسبه لنا لو انت الاستاد متقفل هو مش هيفرق معانا. احنا اللعيبه رايحه لهدف معين، واكيد اللعيبه عندها خبرات ومرت بالظروف دي قبل كده. شايف ان كل حاجه لعيبه النادي الاهلي رايحه لهدف، ثلاث نقاط مهمين جدا، لان افريقيا تاني وتلعب كاس عالم انديه تاني. وده اللي اللعيبه بتفكر فيه، وده هو ده النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي كبير ودايما بيلعب على البطولات. الطريقه الافضل او الانسب لو بصينا لاخر ثلاث ماتشات، رجاء ذهاب، رجاء اياب، ثم مباراه بيراميدز، هتلاقي انه الاهلي لعب بثلاث طرق مختلفه وثلاث تشكيلات مختلفه. ايه الاقرب من وجهه نظرك في مواجهه الترجي؟ خلينا اسمع ردك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. دخلنا في ديبيت كده في الفاصل، يعني ما كانش وقته ولا توقيته، كنت هاخده في اخر الحلقه بس يعني ما يعديش بقى. يعني كنت بسال امير على تشامبيونز ليج بس اوروبا بقى، مش افريقيا، بما ان هم عندهم زينا كده زي حالتنا الدور نص النهائي بكره السيتي ولا الريال. قال لي الريال طبعا. قلت له ازاي؟ في فرق كبير جدا في المستويات، خد بالك السيزون ده، حتى السيزون اللي فات برضه هم اتقابلوا والسيتي كان مخلص كل حاجه، بس يعني رودريجو جه غفلنا كده في اخر دقيقتين وخد البطاقه للريال. متوقع انه الريال يصعد على حساب السيتي السنه دي؟ السيتي قوي جدا وعنده لعيبه جامده جدا وعنده مدرب غير طبيعي، وهالاند كمان بنسبه كبيره جدا فارق مع السيتي، والسيتي فارق معاه. يعني السيتي هالاند طبعا بيوصل له طبعا كرات كتيره جدا. ايوه، لكن هو على جول في ناس ما بتاخدش بالها من الحته دي. يعني فاكره انه هالاند لو راح اي نادي كان هيعمل نفس اللي بيعمله مع السيتي، لكن كره السيتي بتوصل لاي حد، بتساعد زي الاهلي كده، ما بيقولوا دايما عليه على انه مهاجم الاهلي حظه حلو. صحيح. يعني راس حربه الاهلي ده فرقه من العيار الثقيل كلها بتوصله بالظبط، لان انت عندك الثلاثه اللي تحت اللي موجودين في السيتي واللي موجودين في النادي الاهلي. اي حد لما بتلعب باربعه ثلاثه ثلاثه، الاثنين اللي تحت الفيرود او الثلاثه تحت الفيرود اعتقد ان هم برضو بيبقى لهم دور كبير جدا. واحد بس كراس حربه واحد بس طبعا بيعمل مجهود كبير جدا، ولكن الشغل كله بيجي من تحت. انت بتتحرك اكيد هتلاقي الثلاثه اللي تحت اللي هم اللي بيلعبوا تحت الفيرود بيوصلوه بشكل كبير جدا. فهو فارق جدا باهدافه وموهوب على الجول طبعا وشرس جدا، ولعيبه السيتي بتوصله طبعا، بتوصل لاي حد. فانا شايف ان هم عندهم حلول كبيره جدا، ولكن الريال زي ما قلت الريال عامل زي النادي الاهلي كده بالنسبه لي. ايوه، بيعرف ياخد بطوله شخصيه. بتلاقي اللعيبه في الماتشات اللي هي الحاسمه ليها وش تاني، وش تاني جدا. شخصيه النادي، شخصيه اللعيب بتبان في الوقت اللي زي ده. وشفنا خبرات زي ما بيقولوا بتلعب اكيد، والشعار ليه روح بتاثر على اللعيب اللي شايله. وفي حاجه كمان يا احمد في الكوره، الحاجات دي تسمح لي اقول لك ان زمان كنت بفتكرها، يعني وانا صغير كنت بفتكرها شعارات. يعني ايه روح الفانيله الحمراء؟ يعني ايه بلس 90؟ يعني ايه؟ يعني ماشي ماشي، لكن لما عشتها في مواقف كتير وشفت حاجات اشبه بالمعجزات بتحصل قدامي، وشفتها مره واثنين وثلاثه واربعه و10 و100، وشفتها في اجيال كتير جدا مختلفه، لا صدقت وايقنت انه لا، الفانيلا الحمراء دي ليها حقيقة. اللعيب اللي لابسها يعني في حته تانية، دي حقيقه، حته تانية، دي حقيقه. وشوفها في الناشئين كمان. هتلاقي الناشئ الولد لحد اخر لحظه بيلعب. يمكن انا عشان طبعا انا مسؤول في نادي البنك الاهلي، مشرف على القطاع في حراسه المرمى، بروح اشوف الماتشات. وما زلت. امال ايه قصه العرض اللي جالك من النادي المصري؟ قصه العرض بتاع النادي المصري، يمكن امبارح انت تلقيت عرض بالفعل لتدريب حراس المرمى؟ بالفعل تلقيته، والدكتور ميمي عبد الرازق كلمني، وفي اعضاء مجلس الاداره في نادي المصري كلموني، طبعا بشكرهم على الثقه دي. ولكن زي ما قلت لك يا احمد، انا اعتذرت طبعا اكيد للظروف اللي حصلت، والناس عارفه انا واحد جوه النادي الاهلي، واحد تربيت جوه النادي الاهلي، وشفت الاحداث دي بعيني، كانت في الاستاد، وكان موقف صعب جدا بالنسبه لي. يمكن انا كمان بعد الاحداث دي ما رحتش بورسعيد خالص،
اكتر من 14 سنه غير اعتقد كنت ماسك فريق السكه. رحنا لعبنا ماتش بورفؤاد ومن بره بره امبارح كان عندنا ماتش للناشئين في البنك الاهلي في المصري. يمكن من 14 من الاحداث دي انا ما رحتش غير مره مرتين وكان ظروف معينه انا سبت لبسي هناك اصلا بعد الاحداث. فطبيعي ان انا وضع طبيعي أنا طبعا عندي يقين تماما ان الناس اللي عاشت ولو لقطه ومشهد صغير جدا بيبقى فيه حاجز نفسي كبير جدا، لكن في النهايه يقينا يقينا طبعا انه دول مش اهل بورسعيد ودول ودول مش بورسعيد، وانه طول عمرهم الحقيقه منطقه القناه كلها نتفق ونختلف كوره، لكن طول عمرهم مثال للرجوله ومثال للبطوله، وبالتاكيد طبعا افعال يعني قله من 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 مجتمع كبير مش ممكن ابدا تاثر عليه بشكل اشكال. واحترم جدا قرارك أمير. اكيد يا احمد زي ما انت قلت، يعني انا يمكن زي ما بيقولوا كلت عيش وملح مع الناس دي، وكان مريت بفتره كويسه جدا مع النادي المصري وجمهور النادي المصري، ولكن بعد الاحداث دي انا كان صعب جدا بالنسبه لي، وفعلا ما رحتش وسبت لبسي هناك. فطبيعي ان انا وده جمهور النادي الاهلي وفي ناس من بره جمهور النادي الاهلي، لكن المنظر والمشهد كان قدام عيني. انا كنت ايوه انا فاهم طبعا فحضرت كل القصه، حاجه بتفضل عمرك كله. دخلت الاوضه شفت اللعيبه وجمهور النادي الاهلي، ده بالنسبه لي صعب جدا. فانا بالنسبه لي كان يعني كان قرار طبيعي قرار سهل يعني صارم ان انا طبعا اعتذر ان انا اكون موجود في النادي المصري بس، والناس تقبلت ده وخلاص. اتمنى لك التوفيق في اي مكان انت تختاره امين، انت تستاهل كل خير الحقيقه. ارجع لدوري الابطال مره ثانيه، مين يعني ان شاء الله ان شاء الله قبل ما اتكلم على الماتش والسيناريو شكلك مش ريالي يا احمد. ايه ده؟ انت ريالي ولا لا؟ لا بارسا. اسبانيا برشلونه على طول. أوه. اسبانيا برشلونه، المانيا بايرن، ايطاليا ميلان، انجلترا سيتي، وقبل دول كلهم الاهلي طبعا. لا يعني ممكن اقول لك حاجه، ممكن في سيزون من يعني موسم من المواسم تلاقيه مثلا سبت في موسم كنت بشجع الارسنال. في ناس كتير بتشجع ارسنال ومانشستر. مانشستر يونايتد يعني لغايه ما مشي اليكس فيرجسون كنت بحب جدا يونايتد، لانه انا في النهايه بره بتفرج على كوره عايز اتبسط واتمتع بيها يعني. فدول الفرق اللي بتقدم كوره ممتعه بالنسبه لي. صحيح. غير كده طبعا يعني الثبات الوحيد هو هنا في مصر، بس زي ما قلت لك هو الريال بنسبه كبيره. احترم في الريال أخوه. شخصيته طبعا، لكن كورته ما تعجبنيش يعني 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 عمر الريال باستثناء مثلا في الفتره اللي كنت غيران شويه، رغم ان احنا كنا تقال برضو عليهم جدا في التوقيت ده، الفتره اللي كان فيها زيدان ورونالدو وفيجو وروبرتو كارلوس وراؤول جونزاليس وسيرجيو راموس وفرناندو هيرو، اللي هو النادي الاهلي كسب الجلاكتيكوس، اللي هو الاهلي كسبه مع ساندي بهدف ساندي بالظبط كده. دي الفتره اللي كان ريال بيقدم فيها كره حلوه، ما عدا ذلك ما بحسش انه فريق ممتع. فريق بطل، فريق عنده شخصيه عنده امكانيات، لكن مش ممتع قوي. تتوقع مين يوصل النهائي طب في الطرفين؟ بص احمد، قبل ما اقول التوقع لمين هيصعد، في اوقات كتيره جدا الفرق اللي عندها شخصيه في اوقات معينه بيبقى ثلاث نقاط مهمين مش مطلوب الاداء. تمام. فالريال عامل ده يعني، الريال اكيد مع زيدان كان بيلعبوا كوره، دلوقتي بيبقى نازلين الماتش عايزين يكسبوا فيه بطوله سوبر مثلا اسباني، بيلعبوا مش لازم الاداء، لكن هم يخلص 2 3 ممكن اداء مش حلو، لكن هم هدفهم البطوله. ففي يعني ودايما دايما وانت في الجيم في ساعات بيبقى الدي اوف بتاعك، يعني ممكن تلاقي مانشستر مش شايف ماتش ريال مدريد وتلاقي ريال مدريد واقف صح واللعيبه بتجري والروح بتاعت وتيشيرت ريال مدريد، تلاقي اللعيبه بتتحرك مع هدف 2 مع ان السيتي صعب يخش فيه جوال بسهوله. بس انا يمكن يعني انا من النوع اللي ما بيتفرجش على الماتش عشان يهمني نتيجته الفوز في الاخر، يعني الاهلي لما بيفوز والاهلي معودني طول عمره يفوز. صحيح. لكن ممكن في ماتشات كتيره جدا ما بقاش بيني وبين نفسي ما بقاش راضي على مستوى الاهلي، لانه يعني الاهلي ما شبعنيش كوره بالظبط، وانا متعود ان الاهلي يشبعني كوره. ليه 90 دقيقه اللي انا رايح اتفرج عليها دي النتيجه النهائيه بتاعتها فوز وثلاث نقط او بطوله، دي صح. قصه وانتهينا. صح. لكن انا عايز اشوف بستنى ال 90 دقيقه بتوع الاهلي عشان اخد جرعه كوره تكفيني لغايه لما استنى الماتش اللي بعده. ويمكن في جزء من الجمهور يعني قاعده كبيره تشاركني في ده، ممكن أكيد. نبقى بنكسب بطولات والقاب، لكن ممكن ما بقاش راضي عن كره الاهلي وحاسس ان كره الاهلي بتتقدم مش هي دي الكره اللي عودنا عليها اسم النادي الاهلي. بص يا احمد، زي ما انت قلت كلامك مظبوط، النادي الاهلي دايما بيعمل ايه؟ في اول ما يلعب اي تيم ايا كان هو مين بيدخل اول ربع ساعه ثلث ساعه هو هدفه انه يجيب جول. النادي الاهلي لو جاب جول في الاول خلاص بتلاقي المتعه، بتلاقي ده بيتحرك ده بيلعب، اما
لما ماتش المتكهرب متكهرب بقى واللعيبه واقفه الدفاع وتلاقي اللعيبه اللي واقفه الدفاع انت مش عارف تخترق، سواء الناس اللي بتدخل بين الخطوط زي قفشه وعبد القادر، الناس الحريفه وحسين والناس دي، بتلاقي الدنيا مقفوله. في فرق فعلا تقول لك ان لاعب النادي الاهلي رص الناس ورا وناخد نقطه حلوه، عايز بقى 90 دقيقه لكن انا بقول النادي الاهلي طالما في اول ربع ساعه تلت ساعه جاب الجول الاول وخلاص خد الـ مش هقول ثقه، لان النادي الاهلي دايما بتلعب بثقه، هو بس خد الارتياحيه في ان انا الجيم بتاعي، لان النادي الاهلي دايما زي ما قلت لك في البطوله هدف البطوله، في الماتش هدف ثلاث نقاط. فبالتالي لعبت النادي الاهلي مع انك انت اول جول او الثاني بتلاقي اللعيبه بتنتشر، تلاقي اللعيبه بتظهر ان هم يستلموا الكوره، تلاقي كله بيظهر لبعض، وتلاقي مع الجمهور طبعا الجمهور صدقني يا احمد ليه دور غير طبيعي. عايز اقول لك على حاجه، انا ماتش نهائي الكاس كنت في الاستاد، وماتش الرجاء كنت في الاستاد، هي كاس السنه اللي هو بتاع بيراميدز، بتاع بيراميدز وماتش رحت قعدت وفطرت في الاستاد، كان ساعتها في رمضان رحت قبلها بساعه وفطرت في الاستاد، كان معايا ادم ابني واتفرجنا واستمتعنا، كنت بشجع يعني من قلبي، وادم شايف ان انا يعني ابوه كان من فتره كان الناس بتشجعه، دلوقتي هو قاعد بيشجع اللعيبه ومع الجمهور، فدي حاجه كويسه بالنسبه لادم ابني وبالنسبه لي. ماتش كيبر ولا لا؟ لعيب. فكنا مبسوطين جدا وقعدنا مع الجمهور واستمتعنا. الجمهور ليه يعني صوته في الاستاد غير طبيعي، تشجيعه غير طبيعي، بيحرك اللعيبه، بيحرك اللعيبه، واللعيبه كمان لعيبه النادي الاهلي اتعودت خلاص ان هي تلعب مع جمهور النادي الاهلي، بيفرق بشكل كبير جدا. الناس يعني وهم في الاستاد عاملين يشجعوا، وال90 دقيقه عاملين يشجعوا، فانا شايف ان الجمهور بيفرق جدا مع اللعيبه، بيخليهم يؤدوا بشكل كويس وروح عاليه. وزي ما قلت لك يا احمد، النادي الاهلي طالما جبت جول بتلاقي اللعب الكويس جدا. طب خليني اخدك لسيناريو الماتش بقى، بما انك فكر يعني بتفكر كده الماتشات اللي مقفوله الاهلي بيعمل فيها ايه. احنا اتكلمنا يمكن قبل الفصل انه الاهلي لعب الثلاث ماتشات مستر كولر ما 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 ما, ما, ما ظهرش بشكل واضح في الثلاث، كل ماتش كان ليه ظروفه، كل ماتش كان ليه تشكيله، كل ماتش كان ليه طريقته. بيتكلم 3 4 لعيبه احمد في التشكيل معاك، 3 4 لعيبه، 3 4 لعيبه في الدور ده من دوري الابطال كتير على ماتش زي ماتش الترجي بره. فبالتالي هل تتوقع انه يبدا مثلا بتشكيله بيراميدز ولا يرجع للتشكيله اللي لعب بيها قدام الرجاء؟ هل تتوقع انه يلعب بطريقه دفاعيه زي ما لعب مع الرجاء في ملعبه، ولا تتوقع انه يبقى طمعان اكتر بما انه المباراه تعتبر يعني بدون جمهور، فبالتالي فرص الاهلي في انه يحقق نتيجه ايجابيه انه ممكن ليه لا ما فكرش اخطف زي ما عملت مع الاتحاد المنستيري في بدايه المشوار، العب على جيم مفتوح واحاول اكسب؟ تتوقع مستر كولر بيفكر في المباراه ازاي، وتتوقع الترجي هيبدا مع الاهلي ازاي؟ خلينا في الاهلي، الاهلي طبعا مستر كولر اعتقد ان هو مش هينزل بشكل هجومي من بدايه اللقاء، هو ممكن يلعب ب 4-3-3، يامن نص ملعب شويه ويشوف الدنيا فيها ايه، ولان هو عنده كمان رؤيه كويسه جدا، بيفكرني مستر مانويل جوزيه في التغيير اللعيبه من جوه الملعب حسب رؤيه الماتش، حسب نتيجه اللقاء، حسب هو عاوز ايه من اللقاء، بيبتدي يشتغل ويحرك الناس جوه مع التغييرات. اعتقد ان التشكيل ممكن ما يلعبش بنفس التشكيل اللي بدا بيه ماتش السوبر، يعني اعتقد الكندوزي ممكن يقعد. طب ما تحط لنا التشكيل كده 4-3-3 الطريقه اللي هيواجه بيها مستر كولر. اعتقد ان ممكن يلعب شناوي طبعا، تمام، اللي هو بحييه طبعا، قدم مستوى هايل وكان عنصر مهم جدا في ان النادي الاهلي ياخد البطوله، وعنصر مهم جدا في البطولات اللي النادي الاهلي شارك فيها وخدها، كان الشناوي ليه دور كبير جدا مع طبعا اللعيبه والجمهور اللي كان موجود. هيلعب محمد هايل. الجمهور بيقول الشناوي استعاد جزء كبير جدا من مستواه في الماتشات الاخيره. والله يا احمد بص، انا شايف من وجهه نظري ان ده مستوى الشناوي الحقيقي، يعني مستوى الشناوي هو ده. ايوه بس احنا يعني خلينا نتفق انه اكيد في كان في دروبات، اكيد في دروبات حصلت، اكيد منها تنشنه. يعني خلي بالك انا قلت لك في البدايه ايه، لعيبه النادي الاهلي لما يكونوا متنشنين مش هيقدوا بشكل كويس. البني ادم الطبيعي لو هو متنشن في بيته ولا متنشن في حاجه هتلاقيه موده وحش. ده لعيب كوره فلازم يبقى متهيئ نفسيا كويس. تمام. الماتشات اللي كان الشناوي فيها كان مستواه مهزوز او ما كانش موفق هتلاقيه مشدود في اللقاء، يتخانق مع حد، يتشد في حته، هتلاقيه مشدود. ده مش شخصيته ولا طريقته، فبالتالي بيبقى مستواه مش كويس. ممكن في بعض الاوقات خلي بالك الراجل ده بيلعب بقاله 4-5 سنين، فطبيعي انك انت متواصل متواصل مع المنتخب ومع النادي الاهلي بجميع البطولات، يلعب كاس عالم ويلعب كاس افريقيا، وبعدين راح مع اولمبيات مع كابتن شوقي غريب، مظبوط، وبعدين يرجع تاني يلعب بطوله مش عارف ايه ويرجع تاني، يعني
طبيعي، وخلي بالك طاقه البشر طبعا، وخلي بالنا الشناوي بالنسبه لحارس مرمى وسنه كويس، ولكن اكيد دلوقتي مش زي من 4 سنين كبدنيا وك، لكن انا شايف ان هو دلوقتي الحمد لله هو ماشي كويس، تركيز معاه، مدرب كويس معاه، كل الحراس الموجودين علي ومصطفى وحمزه وكل الناس ومخلوف، كل الناس الموجوده اكيد بيبقى في تنافس بينهم، ولكن انا شايف ان هو وضع طبيعي ان انت في خلال 4-5 سنين لما تغلط 10 ماتشات مثلا 15 ماتش في ال5 سنين مقبول ده طبيعي، ده طبيعي. فانا شايف ان هو بيأدي بشكل كويس وكان ممتاز، واتمنى ان هو يستمر عشان ده هيفرق جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله. هيلعب بهاني زي ما كان فارق على فكره كمان في مباراه مواجهه الرجاء تحديدا كمان الحقيقه، طبعا انت القاهره هنا، برافو عليك احمد، وهناك انفرادين انفرادين في اول اللقاء، يعني فاول وانفراد فرقوا جدا طبعا. ويلعب بهاني، هيلعب عبد المنعم، اعتقد ياسر ابراهيم، لان ما اعرفش حاله متولي هل هيلحق الدنيا فيها ايه. ايوه ولو متولي جاهز وتمام ونزل التمرين اعتقد هيبقى ليه دور متولي. وعلي معلول، وهيلعب بمروان. الاكتر حيله دايما الناس بتحتار في خط النص، بس سبحان الله مروان دلوقتي بقى هو الناس بقت عايزه تشوفه بمستواه انا شايف ان مروان كمان من اللعيبه اللي فيها قبول للناس يعني كوش كشخصيه الناس حباه وحبيته اكتر بمستواه. هي مش ممكن تحبه من غير مستواه برضه، ما انا لسه بكملك اهو. ممكن تحبه، ما انا لسه بقول لك ايه، هو في لعيب كده ممكن يتحب، في لعيب حتى لو وحش كاريزماتيك يعني زائد المستوى طبعا. هو حط بصمه رغم ان هو لما جه ما كانش لاعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي، ولكن حط بصمته ان هو خلاص بقى عنصر مهم. الراجل واضح كمان واثق فيه قوي طبعا. عندك حمدي فتحي اعتقد ممكن يلعب هنا بقى يلعب بالديانج تالت معاهم يا ديانج ممكن يلعب بقفشه لانه خلي بالك هو مستر كله مش رايح يدافع برضه خلي بالك واعتقد حسين الشحات هيبقى ليه دور كبير جدا، وبرستا وكهربا اكيد هيلعب تشكيله الاهلي ده التشكيل اللي ممكن يلعب، لكن هو مش هيبدا بنفس التشكيل اللي لعب بيه ماتش السوبر. ليه؟ لان الترجي اكيد هيتفرج على ماتش البيراميدز السوبر على اساس ان هو اخر ماتش النادي الاهلي ويشتغل عليه، ولكن زي ما قلت لك اي حد هيلعب انت خلاص اللعيبه كلها هدفها البطوله وماتش مهم انك انت تصعد للفاينل وان شاء الله الترجي زي ما انت قلت بوشه حلو علينا ونخلص من تونس باذن الله. شايف الترجي بيفكر ازاي في مواجهه الاهلي؟ يعني الترجي طبعا عارف قيمه النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي كتير. اتفرجت على الترجي الموسم ده في دوري الابطال؟ شفت له ماتشات؟ قليله جدا قليله، عنده لعيبه كويسه، عنده لعيبه مميزه. هو الترجي اللي كان ولا حاسس انه لا النسخه دي مش الترجي كان فيه لعيبه اكتر من كده، خلي بالك حتى لو بن شرفيه اللي هو الحارس المرمى اللي بيلعب يعني حارس ممتاز يعني كويس وحارس منتخب تونس، ولكن يعني دايما الترجي عنده لعيبه كويسه جدا، لكن حته حراسه المرمى اعتقد انها ما بقاش مميز 100% يعني من ايام شكر الواعر، جان جاك تيزي اللي هو بتاع كوت ديفوار اللي كان بيلعب الافريقي، بن شرفيه مسك فتره شويه حصلت له اصابات، ولكن يعني اعتقد ان هو نقطه ضعف عندهم دايما حراسه المرمى، دايما بتبقى حراسه مرمى نقطه ضعف شويه. هم خلاص عرفوا ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه مميزه ولعيبه بتلعب على البطوله، فاعتقد عاملين لهم اي الف حساب. اعتقد ان هو برده هيامن نفسه وهيلعب برده في اول ربع ساعه تلت ساعه يخلص الجيم، لكن مع النادي الاهلي اعتقد ان هو هيبقى تبقى الامور صعبه. نازل بالنادي الاهلي يلعب بخط متوازنه برده، لازم يامن وفي نفس الوقت ما يدافعش، لان طبعا التزامه هدفك يكون يتخلص هناك ولا تستنى هنا؟ ده هخلص على طول هناك، تخلص هناك لعبت النادي الاهلي راح هتكسب على فكره مش هتتعادل. أيوة. وعلى فكره ماتش الرجاء هنا انت كسبت هنا 2-0، النادي الاهلي كسب هنا 2-0 ورايح هناك تكسب على فكره مش هتتعادل. لكن هو طبعا انت خلصت اللقاء في جنوب افريقيا بتاع الرجاء في مصر، وهناك انت رايح على المكسب برضه بحيث انك انت تخلص الماتش وتشوف الدور اللي بعديه وتقابل ترجي او اي كان من هتلعبه. فاللعيبه انا شايف ان اللعيبه او مستر كولر هو رايح هناك اعتقد ان هو مش رايح يدافع بس، لكن هيلعب بخط متوازن زي ما قلت لك، لازم يامن بنص الملعب بثلاثه، ممكن الثلاثه فلات، وممكن يلعب بحمدي فتحي حريه، ممكن يشيل ديانج ويحط قفشه يبقى ليه دور او كندوسي، بس اعتقد ممكن قفشه ممكن يبقى اقرب. لو قدر لينا ان شاء الله ان احنا نوصل مباراه نهائيه، مين تفضل تواجهه في النهائي، سان داونز ولا الوداد؟ بص هو انا بالنسبه لي يعني
خلي بالك الناس برضه قلقانه من صن داونز. صن داونز فرقه كويسه وعنده حلول كتير وعنده سرعات، ولكن خلي بالك حاله النادي الاهلي ما تقيسها بحاله لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي لو حالته كويسه مش هيفرق معاه اي تيم في أي العالم. انت تتمنى تقابل مين؟ ما انا لو قلت لك اتمنى اقابل مين عشان اخد حقي كنادي اهلي صن داونز، في نفس الوقت انا مش فارق معايا اقابل مين يعني، بس صن داونز لا مش فارق معايا. مين الاقرب؟ سيبك من مين هيقابل الاهلي، مين الاقرب من الفرقتين او مين اتقل من الفرقتين ان هو يوصل المباراه النهائيه؟ على الورق وعلى اللي بيحصل الاتقل طبعا صن داونز، ولكن الكره فيها متغيرات ما تضمنش. ممكن الوداد يعملها ويقابل النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله. لكل مقام مقال، نوصل المباراه النهائيه وبعدين نشوف الاهلي يقابل مين. نورت الدنيا يا امير حبيبي، اشكرك على وجودك معانا. ميرسي جدا احمد، مبروك مره ثانيه على الاثنين سوبر اللي حققناهم الاسبوع طبعا ده. مبروك ليك، وشك حلو علينا. مبروك ليك ومبروك لكل الاهلاويه ومبروك ليا كواحد كنت يعني مثلت النادي الاهلي قبل كده وخدت بطولات الحمد لله، وعارف يعني ايه قيمه البطولات. حتى السوبر انا كان نفسي يبقى موجود اتصور معاه، حتى هنصورك معاه اكيد طبعا طبعا صوره سبيشال. مبروك للهاندبول، مبروك للطايره، مبروك لكل كره القدم، كل اللعيبه، اي حد ينتمي للنادي الاهلي الف الف مبروك، ومبروك للجمهور العظيم بتاع النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، كل التوفيق ليك يا امير في مشوارك. وناخد بعد ما اختم الحلقه ناخد وقتنا ناخد الصوره بتاعه السوبر ان شاء الله. واشكركم على المتابعه، على كل خير نتقابل، وباذن الله ان شاء الله يكون لنا تغطيه خاصه ومميزه جدا بعد مباراه الاهلي والترجي. كل التوفيق لابطالنا، كل ثقه الحقيقه ان احنا نقدر نعمل نتيجه اكتر من ايجابيه في تونس، وليه لا، احنا الاهلي كبار افريقيا، غول افريقيا، ساده القاره. اشكركم على المتابعه ونتقابل في حلقه جديده من السادسه.